بالنسبه للانتخابات المقبله كيف تتوقعوا انها ستمر ومن ترشحون للفوز بها؟ وانا كنظن بانه اللي عنده اكثر حدود مع الشعب المغربي هي العداله والتنميه ديال النقاش فيها، لان المغاربه اليوم ما بقاوش كاع كيناقشوا معك البرامج، كيقول لك عطيني غير شي واحد نزيه اللي ما يسرقش والبرامج شوفوا فيما بعد. رغم يعني ما هو في الشارع اليوم الاساتذه المتدربين ملي كتكون في الحكومة ماشي بحال ملي كتكون في المعارضة، كاين 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 حدود وكاين ضغوطات الحياة تسير الدولة في القرن 21 صعيبة. ما كنظنش بأنه الحزب العدالة والتنمية كان عنده شي مخطط إقصائي، ولكن الظروف كتجعلو أن غادي يخوض بعض التدابير وإجراءات أكثر صعوبة للشعب المغربي من الماضي، ولكن هذه الحياة اللي وصلنا لها إما نتيجة أخطاء الماضي إما إصلاحات ضرورية لا تفادية. لا أرى ما نعرف، على كل حال ما كنظنش كاين شي معطيات اللي كتشير أو بأنه يمكن يكون عندنا سياسة أخرى ما عدا نحيدوا الموازنة المقاصة ما بقاتش دابا كاين الموازنة، لأنه على كل حال الأثمنة في العالم راه كتهبط، معنى أن كاين الجفاف ماليا لصالح الحكومة، الجفاف كيهلك الشعب ولكن كيحل المشكلة للحكومة، لأن الحكومة كتقدر تشري الزرع بثمن رخيص وكتخلصو من دابا 20 سنة، وديك الزرع اللي غتتبع المطاحين غادي يكون واحد إماس، غتكون عند واحد كتلة نقدية كيستعملها. نتفاهموا القضية ديال عند هنا وهنا، الشعب اللي كاين القوة الشرائية ديالو كتنخفض، من القوة الشرائية ديال الشعب كتنخفض الإنتاج كيخفض، هنا كتبدا الازمه. هذا ماشي انا ماشي من العداله والتنميه، وانا كعداله والتنميه ليبرالي ما كرهتش انا شي قوه اخرى بس خارجه المرجعيه الاسلاميه هي اللي تسير سياسيا المغرب. ما كنديش اصلا المعاصره قوه الان وهي سيطرت على كاع العالم القاري واللي كيشكل يعني أصل المعاصرة بالنسبة لي مش لا ماشي قوة، لا هذا غير صح، لا ماشي قوة ماشي قوة لسبب بسيط، وأنه العناصر اللي كيمثلوها والعناصر اللي كيأثروها والعناصر اللي كينجحوا فيها يمشوا مع أي حزب آخر، وإذا غدا صفر لهم شي حد ما عندهمش انتماء سياسي نزيه. ولكن السي ياسر العمري تيقول لك بالرغم أن هذا الحزب هذا جديد يلاه تنشف 2000 ولكن راه التاريخ ديال الناس اللي مشكلينه راه تاريخ قديم. هي تاريخ قديم في التجول والترحال، التاريخ قديم أحيانا في التصرفات اللي كتجعل أنه العدالة والتنمية غادي تنجح لأن تصرفاتهم الشعب رفضها. نكونوا متفقين، انا ما كنعتبرش الاصل المعاصره قوه سياسيه، كنعتبر بان مجموعه ديال الناس خليط وما زيدش بحال هكا الاخ جابوهم من جميع الافق تو لي زوريزون، شكلوا بها واحد الاغلبيه برلمانيه، ولكن اغلبيه برلمانيه غير مؤثره في الشارع. انا كنقول لك حزب المغرب الليبرالي اللي ما عندوش ممثلين وما عندوش نواب كيأثر في الشارع المغربي اكثر من الأصل المعاصرة. اليوم كنشوفوا رئاسة العمر مجموعة إعلامية ضخمة فيها ستة ديال المواقع وجوج ديال الجرائد يومية اللي كتطبع حتى 60 80 ألف عدد. كنتسألوا منين كيجي هذا الفلوس هذا وشكون اللي كيخرى الجرائد ديالهم؟ فشنو بقى دابا المشكلة أنهما الجرائد الجهوية منعوا ليا الدعم وحيدوا لهم الدعم باش يعطيوها ما نعرف ربما عطيوها الياس العمري، ولكن الياس العمري كيعرف كيفاش يحل مشاكله، بحال اللي قال لي شي ناس وقلت انا في التلفزيون كيعرف من اين يؤكل الكتيف، ولكن ماشي راجل عنده واحد التصور مجتمعي اللي يمكن له يناقش مجتمعا
او اللي عنده مشاريع، واذا عنده انا مستعين نتلاقش مع امام واحد الشاشه التلفزيون واذا بغى. قيم يعني التصريح الاخير جئنا لمحاربه الاسلاميين. لا هذه خاويه، احنا ما كنشوفش هذا معنى السياسي هو تيمثل جميع لا 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 حنا كنقولوا خصك تجي للحكومه ماشي باش تحارب زيان او الاسلاميين او اللي بغيتي، خصك تجي للحكومه تحارب الفقر والجهل والاميه والتخلف، هذا هو الحرب. اما الاسلاميين واذا عندهم الاغلبيه راه عندهم الاغلبيه، تحيد لهم ما تحيد لهم بالعنف، خص تحيد لهم ببرامج. انا كنقول لك الاسلاميين من منطلق ثقافي او اخلاقي ما كانتهم كبيره، ولكن في منطلق مالي وتقني وتدبيري كنظن بانهم ليس الاتجاه المناسب، ولكن اخلاقيا اكيد اكيد اننا كنا لهم احترام خاص لانه ما حصلناش فيهم شي 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 غايه في الاستحواذ على الثروه الوطنيه. شكرا بزاف سي زيان على ساعات الصادره وعلى الوقت اللي خصصتي لنا.